التونسي اذا نشجعوا المنتوج التونسي لعده اسباب اسباب الظروف الاقتصاديه نتاع البلاد اسباب تو تعرف فنان شرقي في نيفو معين تحب لك 300 الف دينار 250 الف دينار انا باللي يكون معناها يلزمك تكون تراي يخلص بالدولار زاده نعم يخلص بالدولار دونك احنا باش نمشيو في نفس التوجه 75% من العروض باش تكون تونسيه باش تكون الاحسن على الساحه عمناو نرجعوا لعمناو لعمناو نجحنا نجحنا كيما تظافر جهود الكل بالصحافه والمثقفين اللي دازونا القدام جو دي بيان اللي دازونا القدام احنا ننجحوا كان ننجحوا كان بالعمل الجماعي انت قلت لي نخدموا عمل جماعي وما نرجعوش على المشككين نرجعوا بالخدمه ما نحكيوش احنا ما قلت لك احنا نجاوبوا بالخدمه ما احنا عندنا احنا ملي بديت ملي تكونت الهيئه في اجتماعات دوريه مع اعضاء الهيئه مع ناخذوا فيها راه برشا عباد نعملوا في سونداج ونشوفوا شنو هما المطلوب. فوزافي لي سون فروا ما تدمكم بارد ولا انتم ما تحبوش؟ احنا دمنا ديما بارد ونخدموا ميثوديك ولاباس معنا قلت ربي ما احنا ما سامحني شيء احنا ما دوره سابقه احنا تقريبا الهيئه 90% منها ما خدمنا في الهيئه السابقه. خدمة كل خادمين في الاساس معناها ما مستانسين بالخدمه هذه وعارفين شنو نعملوا لاباس معناها عرض الافتتاح 11 جويليه ان شاء الله وباش يكون تونسي عرض تونسي عرض افتتاح تونسي. موسيقي 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 والاختتام تونسي زاد موسيقي 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 مي صفاقس حاضره في المهرجان حاضره بثلاثه عروض ثلاثة عروض من صفاقس من صفاقس 25% من العروض باش تكون صفاقس موسيقية هذوما ولا متنوعة موسيقية موسيقية موسيقية, موسيقية وان شاء الله باش يكون عندنا عرض مسرحي لأولاد الجهة في المسرح البلدي باش نشجعوا زادة أولاد الجهة في عرض مسرحي باش يكون باش نختاروا بالتوافق مع المسرحيين في الجهة باش يكون في المسرح البلدي لأول مرة باش يكون عندنا عرض في المسرح البلدي الاولاد الجهه الاولاد الجهه لي جون لي باشوليي اللي فرحانين بالنجاح نتاعهم برمجتوش حاجه في الاطار هذا بتاتر باش تكون ليهم سهره البكالوريا سهره البكالوريا اللي يحبوها لي باشوليي فما حديث على انه فما نجم عالمي باش يكون حاضر سولكينغ باش يكون حاضر ولا فما مفاوضات معاها على قليله فما مفاوضات ام بازونكور متقدمه ولا متقدمه ما بازونكور ما هي مشكله في تونس كامله سولكينغ يا باش يجي يا باش يخدم في المهرجان اذا كان جا الكارتاج مثلا البنزرت باش يشوفوه في صفاقس ان شاء الله كان جا البنزرت باش يشوفوه في صفاقس واضح ما مازال ما شو ديما نقول له كارتاج حاجه كارتاج راهو نحكيو على ميزانيه 6 مليارات انا سي با لو ميم نجموش اون با سو كومباري بكارتاج كارتاج يجم يجيب لك عرض ب 400 مليون احنا في صفاقس ما نجموش معناها ما نجموش اون سو كومبار بكارتاج احنا عملناه الحمد لله عملنا ستوندينغ يضاهي كارتاج عملنا دوره معناها براتيكمون لو ميم ستوندينغ ان شاء الله السنه باش تكون بون حتى مش بالاسامي هذم باسامي اخرين اما باش تكون دوره في نيفو معين ان شاء الله المسرح عنده نصيب ان شاء الله في البرمجه من 15 عرض تقريبا قداش فما من عرض مسرحي؟ باش يكون زوز عروض مسرحيه والعرض المسرحي لاولاد الجهه الاسعار الاسعار احنا في صفاقس ديما اقل اسعار موجوده في تونس اسعار ديما مقبوله اسعار فاميليال احنا تشوفوا عاملين مثال العروض اللي عملتكم اسعار مقبوله مثال تو احنا راغب عليه ما كيجي لهوني عاملين نعملوه عملناه ب 25 دينار اللي هو في تونس في كرتاج ما يقلش عن 50 دينار عملناه ب 25 دينار معناها تقريبا نص الاسعار تشوف المسرحيات يرجع سنة؟ لا صعيب شوي صعيب شوي بورتون معناتها عمل سكسي عملناه اي ما نجيبوش كل عام فوالا فما اسماء عربيه دوليه اخرى معاها مفاوضات تقريبا صوب لك البرمجه قلنا في الكونفرنس دو بريس باش تكون عملت برمجه كامله سي محمود وكان تعذرني سامحني هدى حبيت انت طرقت النقطه قلت مثلا ميزانيه كارتاج دي مليار نحكيو احنا السنه كي عملنا 700 مليون بالنسبه لنا حدث سامحني هو 700 مليون منحه الوزاره مش ميزانيه يعطيك الصحه هذا وين حبيت نوصل مليار ونص الميزانيه ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله هذا شنو حبيت نسال انا سي محمود بالضبط 700 مليون تعملهم لي تعطيهم لي الوزاره وهذا حقي لكن انا كيفاش نتصرف كاداره مهرجان باش نوصل لهذاك مليار ونص والا باش نوصل لزوز مليارات احنا باش كيفاش تعملوا كيفاش تجيبوا الفلوس شكون لي سبونسور ثم دي سبونسور ثم فماشي رجال اعمال تعطي فماشي رجال جهه كيفاش تتصرف ثم رجال جهه يعاونوا اما مش بال مش بالصفه اللي نتخيلوها مش بالصفه اللي نتخيلوها اما قاعدين يعاونوا ثم المداخل التذاكر ثم هذم هما براتيكمون الميزانيه من الميزانيه التذاكر سي محمود ما تعرفش نعملوا عليهم
اخر المهرجان هكا ولا اخر المهرجان كي تبدا عندك في يدك سي محمود باش تنجم تجيب العروض تحب عليها. احنا طلبنا احنا برمي مثال ما طلبنا في وزاره الثقافه امس كنت تصبر باش تفكر هدا الحكايه عمناو وقداش جراو في منحتنا عمناو الريق شاح الريق شاح وقتاش تجي اثناء يل سي اونجاجي الوزير باش تصب لنا المنحه نتاعنا. شو تبدل السلام بالله باش معناها هاتي اللفته كما نقولوا تبدل والله تبدل هو مش رمي الورود تبدل حرس ولي الجهه ونجح يكون مجلس الجهوي باش يكون اجتماع مع الوزير وحرص عليه ولم الاطراف الكل باش يكون وضربنا على الجهه الناس الكل باش فكينا باش فكينا لي زيكو تاع الدوره اللي فاتت كان عندهم دور مع الضغط على الوزاره بالطبيعه الحمد لله احنا ديما ما قلت لك احنا بدينا بالنجاح نتاع الدوره السابقه وحابين المكاسب باقي نحافظوا عليها في الدوره هذه وبقدره ربي باش يكونوا في باش تكون دوره متميزه كما الدوره اللي فاتت. هو ما ينجمش الواحد كان يقول برافو لكن حبيت نسال انا توا فما ترفيه في المنحه نتاع نقول وزاره الثقافه باش ما نقولوش الميزانيه اللي نطمحوا باش توصل للمليار ونص لكن هل ترى معناها سؤالي الاذواق برشا اذواق اختلفت الاذواق معناها هل ترى الدوره هذه مش تكون تواكب جميع الاذواق معناها باختلاف مشاربها مش يكونوا فما اسامي كبيره ولا حاسس انا في كلامك سي محمود كاين فما مفاجاه كاين فما اخبار ساره كاين فما اسامي كبيره جوست تقول لي ايه ولا معناها ومساله هذه نشوف الاذواق الكل خاصه وانت راك كما قلت مش تمشي في اتجاه الفن التونسي معناها وثلاثة أربعة البرمجة ولا ما نعرفش قلتش قلت تونسي بالنسبة للأسامي باش يكون ثم أسامي كبيرة قدرة ربي يكون اسم أسامي معروف بالنسبة للمبرمجة احنا ما نعملوا الأذواق الكل احنا أهم حاجة ما لقري تو ما تلقاش إجماع على لون معين أما يلزمنا ربي الناس كل شكون يحب الحضرة فما شكون يحب الشعبي فما شكون يحب التونسي احنا بقدرة ربي فما أسامي مستهلكة فما أسامي ما نعرفش فهمتي ولا صحيح صحيح احنا سنة يكون معناها أبعد ما يكون على فنان مش يكون يجي تاجر مش يعمل نص ساعة ويمشي على روحه ما تكون السهرية ناجحة لكن الاسم مستهلك معناها صحيح احنا ثم اسامي جديدة طالعة ثم احنا الاذواق الكل باش نلبيوه باش نلبيوه الاذواق الكل كيما عاملين معناها ما قلت لك ما ثماش اجماع على ذوق معين ساعات واحد يقول لك هيك ولا الواجبين العرض هيك احنا عندنا نظرة شاملة نشوفوا نرضيوا الناس يعني الكل انا ما نمشيش مثلا انا شخصيا مثلا نمشيش العرض نتاع راب ونمشي العرض نتاع أمينة فاخت فما شكون العكس مثلا ما يمشيش لأمينة فاخت ويمشي العرض نتاع راب بس نأكد لك انت باش تحضر العروض الكل باش نمشيو للعروض الكل ان شاء الله انا فقط ربما مثلا نحب نخوضها معكم كإدارة مهرجان انت حاضر معنا معناتها بصفتك مديرة الدورة اسويس المحرس صعوبات كبيرة تعاني منها القرية هذية عادها وانتم الناس كل تعرفوا انه فما حملة تضامنية اليوم لتمويل ودعم هذه القرى اللي موجودة في تونس من اجل انها لا حتى انها ما تسكرش خممتوش في الوليدات هذوما في الصغيرات هذوما انو نخرجوهم من العزلة اللي هما عايشين فيها انو نفرهدوهم ان يكون عندهم الحق حتى هما باش يتنفسوا شوية ثقافة احنا في الدورة هذه احنا حكينا فيه الموضوع هذا من نص الشهر التالي في الايفينمون اللي صار في صفيقس على سويس محرز احنا الدورة هذه باش نشوفوا البعد الاجتماعي والتضامني. احنا خصصنا 500 مليم على كل تذكرة في الدورة هذه اللي سويس المحرس. بعد راح له هو. ثانيا احنا عندهم سويس المحرس عندهم اون بتيت مينو بيس دو 30 بلاس. حكينا اون سي اونجاجي مع السيد مدير سويس المحرس كل سهرة باش يكون عنده 30 استدعاء للوليدات اللي يجوا من غادي. 30 استدعاء على عدد مقاعد المينو بيس باش يحضروا العروض. هذا قدرة ربي باش يكون في الدورة هذه والدورة هذه كما قلت لك باش نمسوا بعد اجتماعي وتضامني وما يشملش كناس واس المحرس باش يكون عندنا بادرة ثانية مع جمعية للمعاقين كيف شاركوا الوليدات باش نحضروهم وباش نخدموا على الفولي هذا ان شاء الله ان شاء الله. سيد احمد الميساوي نعرفوا الانعاش الميزانية نتاع المهرجان زاد دور من ادوار البلدية فما خدمة على انه نروجوا لهذا المهرجان عام طريق لافتات تكون تملى تقريبا الشوارع انه لانسيو العروض نحكيوا عليهم البلدية خدمت على الفولي بوبليسيتير بالنسبة للمهرجان دورة 41 احنا بالنسبة لبلدية صفاقس وتحديدا لجنة الثقافة في بلدية صفاقس الدور المهم اللي موجود ليها هي انها ترصد ميزانية حوالي قيمة سنين حوالي 80 ألف دينار المهرجان لكن كل ما يتعلق بمسألة بيبليسيتي ولا كومونيكاسيون
كما تعرف معناتها مشمولات الاداره نتاع المهرجان باش ما تصيرش لخبطه بين اللي بانو على ملك البلديه زاد لا اللي بانو شركات خاصه خواص شركات خاصه ماهمش ملك البلديه معناتها كل ما هو حمله نتاع اشهار هي من اختصاص اداره المهرجان لكن ممكن الحاجه اللي كبلديه صفاقس انها تهيئة الفضاءات اللي مش نقوموا بهم في الحفلات كما المسرح الصيفي كما المسرح البلدي والحاجة المهمة اللي ممكن احنا السنة هي بادرة بدأوا بها إدارة المهرجان نشكرهم كونهم زادوا جابوا فلوس من وزارة الثقافة لمصلحة الثقافة بجهة صفاقس بالجلسة متاع البارح لكن احنا الوزارة متاع الثقافة مقصرة على مستوى التجهيزات الموجودة في مدينة صفاقس اللي نقوموا بها في الثقافة. احنا بلدية صفاقس تكفل بكل ما هو مسرح صيفي عام كامل تهيئته و العروض متاع شهر من زمان في المسرح الصيفي فقط معناتها في المهرجان متاع صفاقس الدولي فقط كيف المسرح الصيفي تهنينا عليه سيدي منصور المسرح البلدي كيف جاهز برسك جاهز لكن معناتها برسك جاهز لأنه في تصريح احنا سابق معناتها السيد رئيس دائرة صفاقس المدينة سيد منير العفيس قال 3 أيام والمسرح يبدأ جاهز فما تجهيزات اللي ماهيش موجودة في تونس كما نقولوا قاعة أو قاعة كما نقولوا وقعت الكوموند فيهم لكنهم مازالوا ما وصلوش. الحاجة الأخرى كونه بحكم كما الفنانين بالضبط الدولار ماشي ويطلع انت كي تحط ميزانيه نتاع 3 مليارات تلقى وصلت ل 4 مليارات كما تعرف تحويل الاعتمادات مش حاجه سهله انك في اداره عموميه انك تحول الاعتمادات في ليل ونهار وتبدلهم باش تنجم تعاود الكوموند وتعاود تحل لابيل دوفر الخ دي سي الافتتاح ان شاء الله يكون الامور واضحه. ما احنا كيما نقولوا هذه دعوه للسلطات زاد الجهويه وحتى المركزيه باش تساهم شويه في البنيه التحتيه للثقافه خاطر الثقافه كما هي مهرجانات هي كذلك بنيه تحتيه خاطر البلديه تكفل بالبنيه التحتيه اللي هي يوقع فيها العروض كذلك تتكفل بالبنيه التحتيه اللي خارج فضاء العرض معناتها كل ما هو تنظيف واناره وطرقات. وبالمناسبه هذه نشكر العوان البلديين اللي مضحين خاصه في المهرجانات واللي يقوموا بدور كبير ياسر سواء على مستوى النظافه